صفحة 7، القانون السابع والثامن هن نفس الفكرة، بس هون عدد الزوايا بالثامن أكثر. الملخص أنه مجموع قياسات الزوايا اللي من طرف اليمين يساوي مجموع قياسات الزوايا من طرف اليسار. بدك تنتبه أنك لما بتاخذ مثلا هاي الزاوية X، وين رأسها؟ هاد، ما تكرر تاخذه من الطرف الثاني. هلا هون صعب ترجع تغلط، بس وين بصير الغلط؟ هون بالاطراف هاي. اذا اخذت الزاويه A من هون فما ترجع تجمع هاي الزاويه، هاي لا، يعني الزاويه الحاده. هلا هي مو مقصود انه حاده او منفرجه، قصدي انا لما اخذتها من طرف اليسار ما ارجع اخذها من طرف اليمين لنفس الراس. هلا هو الضلع عم يرجع بيتكرر، ضلع الزاوية A هاد استهلكناه رجعنا لما أخذت X، لأنه هو نفسه ضلع على X، ونفس القصة في B. يعني أضلاع مشتركة مشتركة، بس الرؤوس بدي أخذها مرة يمين مرة يسار. السؤال الأول يسار، طبعا ألفا زائد 40 100، فأكيد هذا 60. نجي لليمين، ألفا والمية بيعطي 50 و80 و40، هدول مجموعهم 170، بده يساوي 100 زائد 1000. شغل الضوء. السؤال الثاني، عن هاي الألفة بتساوي هون 70 لأنه تقابل بالرأس، و80 أيضا تقابل بالرأس، ف 150. هلا هون صدفة إنه لو حدا خطر له يقول يلا 70 زائد 80 يساوي 150 زبطت، بس يعني ما هيك الطريق الصح، لانه ممكن يكون في خداع بغير تمارين. يعني يعطيني مثلا بدل ال 70 هي يحط لي هي اللي هون مثلا 110. مو اي عددين بشوفهم جم يعني بالمساله بجمعهم. السؤال الثاني، هي ال 20 مع ال 60 مع بدل 130 50، وهي انسى. فهدول مجموعهم 130 بيساوي 70 زائد الألفة. ف60. السؤال الثالث يسار، فكر يلا. طيب أوقف الفيديو لبين ما تفكروا. طريقتك صحيحة، بس في عندي انا مشان لانه موجوده بهاي تحت هذا القانون، فنحن مشان نستغل هذا القانون بدي حل بطريقه ثانيه. رح اتجاهل وجود هدول لتصير الموضوع اسهل. هلا هون مو صارت هاي تساوي مجموع هدول التنتين 80 بتساوي 20 زائد 60، تمام؟ هلا ارجع رجعهم. هاي ال 60 هي رح تصير 30 ب 30. هلا 30 ال 80 هي بدها تساوي 30 زائد الفا، لانه هي خارجيه، فصارت الالفا 50. ده عامل لك حلك صح،
بس نحن بدنا نستغل كل القوانين. طيب السؤال الثالث يمين. الزاوية معك اللي هي 60 ناقص 60 زائد 3. طيب هلا هو القانون بالضبط ما هو هيك، هو صح بس ليصير يعني ناقص الزاوية. رح حل بطريقة ثانية كمان، ارسم هون موازي 120، شو صار هون؟ شو ضل من 100؟ 40. هلا ال 40 وال 20 هن 1000 صح. حاليا عم نحل اسهل انواع التمارين وبتكون ارقامها حتى اسهل ما يمكن، يعني اذا شوفوا 60 و20 و100 يعني ما طلعنا عن هذول الارقام. فحاول ما نحل بطرق خاصة تزبط مع هاي الأرقام فقط، نحل بطرق عامة. أنا لما بيجيني زوايا 41 و32 و66 ما دائما تزبط معنا. الصفحة الثامنة عندي قطاع زاوي ورسمنا له منصف. هلا بعد ما رسمنا المنصف صار في عندي ثلاث اضلاع اللي هن ضلعين تبعون القطاع الزاوي والمنصف. اذا رسمنا قاطع، هذا القاطع اكيد راح يقطع الثلاثة سوا الا اذا كان موازي لاحد، فوقتها تصير حالة خاصة برات مسألتنا. هلا عم نحكي بحاله لما بيقطع راح يتشكل معي كثير زوايا، يعني هون كل نقطه تقاطع بتعمل لي اربع زوايا. اللي بيهمنا هاي اكس بتساوي اي زائد بي على 2. بدك تحفظ هاي القانون بشكل صوره لانه ما لهم اسماء هدول الزوايا. كل هاي الزوايا ما يعني هلا نحن كنا ابي عامل لك داخليه وخارجيه ومتبادلتين والى اخره، بس هون هدول الزوايا ما لهم اسماء، احسن اقول لك اياهم بشكل هيك جمله لطيفه. فبدك تحفظها بشكل صوره، هاي الزاويه زائد هاي تقسيم 2. القانون العاشر، لما عندي زاويتين متجاورتين ومجموعة 180 ورسمت منصف الأولى ومنصف الثاني، راح يتشكل معي بين المنصفين زاوية قائمة. هلا هي نتيجة بديهية لأنه أنا عم آخذ نص الأولى ونص الثاني، ولكن هاي النتيجة شوي بتصير بتعذبني لما بيكون المجموع منه 180، واللي هيك الأسئلة هون اللي جاية بعدها ما دائما المجموع 180. فاذا الفكره من هذا القانون انه يقول لك لو تاخذ بيكون عندك زاويتين بتعرف مجموعهم بس ما بتعرف قياس كل وحده لحال، فبتحسن تعرف مجموع نصينهم، نص الاولى زائد نص الثانيه هو بيساوي نص المجموع. السؤال الاول يسار هو تطبيق مباشر للقانون، الفا بيساوي 40 زائد 100 تقسيم 2. السؤال الثاني قارن بالرسمة تبع القانون، لازم ما يكون 1120، لازم 60، وهاي
فستين زائد مية تقسيم اتنين. سؤال ثلاثة. شو القصة؟ ستين زائد مئة على اثنين. السؤال الثالث وصلنا. أول شيء نجمع نحط سبعين يساوي خمسين زائد ألف على اثنين. لا هذا وين راح؟ هذا طلع. ناخذ اول شيء هاد انسى تعامل مع هذا الجزء فبحسب بيتا بيساوي مو بيتا السبعين تساوي خمسين زائد بيتا على اثنين فمية واربعين ناقص خمسين مية واربعين ناقص خمسين تسعين فبتا تساوي تسعين. هلا ناخد جزء تاني شيل هاد ساي حالك ما شايفه هون تسعين. هلا التسعين بتساوي سبعين زائد ألفا على اثنين مية وثمانين ناقص سبعين مية وعشرة. السؤال الأول خلينا نحل السؤال الثالث أول شيء. السؤال الثالث المطلوب قياس A أو B يعني اللي هو نصف الزاوية هاي. طيب هاي الزاوية كم اللي أشرت عليها بالأزرق؟ مية وأربعين لأنه شلنا الأربعين من مية وثمانين و A O B هي نصف الزاوية خليها C O D. ليش نصها؟ لأنه هذا الجزء هو نصف هالجزء وهذا الجزء هو نصف هذا الجزء فمجموع النصفين هو نصف الكل. بالتالي المطلوبة A O B هي 140 على 2. تمام؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني كمان بدنا A O B ولكن هون اختلف الموضوع انه عاطيني هاي العشرة بالنص بيناتهم. فهلا رح اعمل نفس الشيء استبعدها هاي شيلها وضبهم على بعض. يعني كأنه عندك هي على ورق وقصيناها ورجعنا لزقنا بدونها. فشو صار قياس هاي الزاوية؟ إذا كان هي كلها 90 أول شيء ها هاي كانت 90 عامل لك متعامدين فضل بدون هاي ضلوا 80. انا بدي AOB اللي هي مجموع هذا الجزء والعشرة وهذا. طيب هلا العشرة شلناها فهدول الاثنين هن كام؟ 40. هلا ارجع رجع العشرة صاروا 50. تمام؟ تمام؟ الأول بنفس الطريقة ولكن هون المجموع كان 180 شيل ال 20 ضل 160 بدي A O B فهي وهي مجموعا 80 رجع ال 20 صار 100. الوظيفة صفحة 9 10 12